يا مساء الخير والفل والياسمين والسعادة على كل هو وكل هن بيشوفونا دلوقتي. يوم جديد من أيامنا في هو هن على شاشة قناة المحور. عندنا حاجات كتير، لكن في البداية خلوني أرحب بديمة ومروة. أخباركم إيه؟ ازيك يا نرمى؟ عاملة إيه؟ ازيك يا نرمين؟ عاملة إيه؟ الحمد لله. وأنا أكيد برحب بكل اللي بيشوفونا دلوقتي على شاشة قناة المحور. وخلونا قبل نبدأ حلقتنا نسلم على مروة عشان نبتدي الحلقة. ازيك يا ديمة؟ عاملة إيه؟ الحمد لله. طبعا بسلم على كل مشاهدي قناة المحور في كل مكان. يوم جديد وحلقة جديدة من حلقاتنا في هو هن. ببدأ كلامي طبعا بإعجاب الشديد بكل المسلسلات الحقيقة اللي كانت بتتعرض في رمضان. كانت الحقيقة فيها قصص حلوة كتير، دراما، كوميدي، تراجيدي، توليفة كده جميلة الحقيقة من المسلسلات. والنهاردة الحقيقة احنا هيكون معانا مخرج عمل مسلسل بقينا اتنين للفنان الكبير شريف منير والفنانة رانيا يوسف، وهو المخرج طارق رفعت. المسلسل بقى كان قصة اجتماعية جميلة الحقيقة من أرض الواقع بنشوفها كلنا. قصة زوج وزوجة اتجوزوا بقى لهم 25 سنة، وطبعا نشأ بينهم بعض المشاكل وكانت لازم يتطلقوا. الحقيقة المسلسل كان حلو جدا ولامس جدا مع الناس، فأنا بقدم حالة اجتماعية على أرض الواقع قوي يعني. وإن شاء الله هيكون معنا النهاردة المخرج هيكلمنا بقى عن كواليس العمل، ومبسوطة أكتر إن هو في الآخر كان في رجوع للزوجين بعد ما كان في طبعا فكرة الطلاق وحالة للطلاق. فدي الرسائل الحلوة اللي احنا بناخدها من مسلسلات. وعجبني المسلسلات السنة دي بتقدم فعلا حاجة واقعية من على أرض الواقع. البيت بيحصل فيه ايه، الكلام زي ما بنقول لغة الحوار في البيت ما بين الأم وابنها، بنتها، الأب وابنه، لغة حوار دي شايفها منقولة في مسلسلات كتير طبعا الحقيقة السنة دي. ففقرة هنستنى فقرة إن شاء الله هتكون معنا. ما بقاش فيه يمكن تزويق للحقائق، لا خالص، في كل المسلسلات يعني. كمان اللي عاجبني إن احنا كان عندنا مواضيع كتير قوي، مواضيع مختلفة، وال15 حلقه بصراحه يعني فكره ال15 حلقه دي اللي بقت عندنا بقت احسن يعني. احنا معانا عندنا شغل، فبنبقى اللي هو ايه لما بنرتبط بمسلسل بحس انه ده بيعطلني شويه، مش عايزه انزل من البيت، عايزه اقعد اتفرج على المسلسل. كمان هيكون معانا النهارده فقره مهمه جدا يعني كلنا بنستنيها، بالذات انا ونرمين على طول. معانا دكتور رئيف رأفت، نتكلم شويه عن الابراج وايه اللي مستنيهم في الفتره اللي جايه، ويعني استنونا يعني فقره بصراحه يعني بتبقى حلوه جدا. طبعا دي من الفقرات اللي كلنا بنحبها ونرمين كمان بتحبها جداً. فقرة الأبراج كلنا إن شاء الله نتابع النهاردة فقراتنا. ومعنا كمان فقرة المطبخ، هنعمل أكلة كده حلوة وسهلة وبسيطة إن شاء الله تعجب حضراتكم.